السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. جزاك الله عنا خير واشهد الله احبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك دلوقتي انا ليا اخويا الصغير خالص، تمام، للاسف الشديد لا يصلي ويدخن مخدرات، تمام، وبيلعب لعبة على الانترنت بتدخلنا احنا في مشاكل. كم عمره؟ 26 سنة. يعني رجل. ونصحته كتير ان هو يصلي، تمام، لكن للأسف الشديد يعني لغاية دلوقتي الشيطان يغلب عليه، واحنا انا واخواتي عرضنا له يعني اتحطينا في كذا مشكلة بسبب الموضوع ده، ودفعنا فلوس واحنا لا نطيق ذلك. السؤال دلوقتي حضرتك، انا قلت هقطعه لله عز وجل حتى يعود ويصلي. بلغت اخواته قلت لهم محدش، قول له يعني انا مش عايز اعرفه لغايه اما يصلي لعله يرجع. لا بأس، الزجر بالهجر وارد. بس هم دلوقتي احنا داخل علينا رمضان، تمام، فبيقولوا لي مش هينفع يعني يجي رمضان لا لان ينفع، والدتي، ينفع اذا كان هجرا لله. تمام، الله يكرمك لغايه اما يصلي يعني يا شيخ ان شاء الله.